الإطار التشريعي في مصر ادانا فرصة عظيمة لربع المجالس المحلية للشباب والشابات وربعها للمرأة، يعني بنتكلم على ما يزيد عن 15,000 مقعد منتظرين المرأة المصرية والشاب المصري. فكرنا أننا نعمل جيل حقوق فاهم يعني إيه حقوق مرأة. فكرنا لقينا برضو المنورين في العاصمة، طب والمحافظات؟ لما بنروح في شغل ميداني بنلاقي بنات زي الفل، لكن هما مش قادرين يخلقوا قنوات يوصلوا صوتهم. فمن هنا جت فكرة أصوات النساء، إننا نعمل موجة من أصوات النساء في كل المحافظات. المركز المصري لحقوق المرأة من أوائل المنظمات اللي اشتغلت على المشاركة السياسية والإصلاح القانوني في مصر وفي المنطقة العربية. من خلال شغلنا على مدار أكتر من 20 سنة، من 1997، دربنا قيادات وسيطة وقيادات شابة الحقيقة على مدار ال20 سنة وصلوا لمناصب رفيعة في مصر وفي كتير من البلاد العربية. كمان شاركنا في تغيير ما يقرب من 20 تشريع في مصر وبعض التشريعات في الدول العربية. وكان السؤال الأهم بالنسبة لنا، طيب إيه الجيل الجديد أخباره إيه؟ في 2014 تم ترشيحي في لجنة كتابة الدستور، وكانت دي فرصة مهمة جدا لإدراج حقوق النساء دستوريا. ومن هنا ناقشنا إزاي يبقى في كوتا للمرأة في مجلس الشعب وفي المجلس المحلي، ونجحنا بمناقشة وبالتفاوض والعمل مع كل الأعضاء لجنة الـ50 لأننا نضمن كوتا للنساء في المجالس المحلية 25% وكوتا للشباب 25% تاني. ده خلق تحدي أكبر، هل لدينا هذا العدد مش بس مهتم بالمشاركة لكن مدرب، هو قادر يدخل الانتخابات وينجح وقادر يعبر عن أجندة نسوية؟ وبالتالي كان مهم قوي نستثمر هذه الفرصة العظيمة ونبدأ في تحضير أجيال جديدة من القيادات الشاب. مشروع أصوات النساء اتصمم بالأساس عشان يخدم 3 محاور أساسية. على مدار 30 شهر هي عمر المشروع بدأناها في إبريل 2015. أول محور بناء قدرات الشابات، وعشان نوصل لكل المحافظات نقدر نجيب البنات من كل المحافظات استخدمنا استراتيجية سميناها كرة التلج، بمعنى أن الكرة كل ما بتتحرك كل ما بتضم عليها ناس أكتر. الأول دربنا 200 بنت وصلوا لحوالي 2000 أو أكتر من 2000 بنت. احنا جبنا مدربين ومدربات، مهم قوي ان المدربين دول يكونوا عندهم بعد حقوقي وتنموي، كمان يقدر يفصل التدريب على العمل الميداني المحلي في المحافظات. اي احداث هتعملوها جوه المحافظات بتاعتكم يا ريت تكتبوا لنا الحدث وهيكون يوم ايه. ولما بيكون في انتخابات الحقيقه في صحفيين بيبقوا هم مسؤولين عن تغطيه الانتخابات، فمهم جدا ان احنا نحاول نعرف. المحور الثاني نشر الوعي، واحنا اطلقنا حمله سميناها شاركي في المحليات، حاولنا نوظف فيها كل وسائل الاعلام، الاعلام الالكتروني زي السوشيال ميديا اللي هو الفيسبوك وتويتر وقنوات اليوتيوب، والاعلام التقليدي اللي هو زي المسموع والمرئي. المحور الثالث المحور التشريعي، طبعا بعد كل الشغل اللي احنا عملناه مع البنات ده كان مهم ان احنا نخلق لهم بيئه تشريعيه تسهل نزولهم للانتخابات المحليه ومشاركتهم فيها. فعملنا دراسه مقارنه عن الاداره المحليه علشان نستفيد من تجارب الدول الاخرى او التجارب الدوليه، وعلى الناحيه الثانيه كمان عملنا مشروع قانون عن الاداره المحليه قدمناه للوزير المختص وللبرلمان. أنا شايفة أن مشروع أصوات النساء هيعمل توزيع أفقي لمطالب المرأة، وهيخليها مطالب شعبية حقيقية، فيديها الطابع المصري. دي بنات هم لمسين الأرض، هم شغالين، هم بيفصلوا رسالتهم وخطابهم على الواقع بتاعهم، هم من اسكندرية لأسوان، يقدروا يعبروا عن مشاكل المرأة الحقيقية. من خلال المتابعة المستمرة لمنسقات المشروع اكتشفنا ان المنسقات ما وقفوش عند دورهم في رفع الوعي، ما وقفوش عند التدريبات واللقاءات التوعية والندوات اللي احنا كنا طالبينها منهم كجزء من المشروع وكممارسة عملية للي هم تعلموه،
ونقل للمعرفة. لا، البنات كملت، البنات قدرت أنها تعمل تقييم للاحتياجات اللي موجودة في مجتمعاتهم المختلفة، وقدروا أن هم على أساس التقييم ده يعملوا مبادرات خاصة بيهم تخدم الاحتياجات دي. بصراحة أنا كنت أول مرة أعرف حاجة عن الإدارة المحلية وشغلها والقانون اللي بيحكمها. يعني بعد ما أخدت التدريب ابتديت أن أنا أعمل ده في إسماعيلية، فعملته في كذا مكان سواء في أحزاب أو مراكز، أي تجمع نسائي ببتدي أطبق مشروع أصوات النساء عليه. فالتدريب ساعتها كنا بنقول هنترشح المجلس المحلي، بس مع الخبرة والتعامل وانت تنزلي الشارع أكتر وتعملي، يمكن حلمي عالي عن المجلس المحلي ومهارات القيادة بقت أعلى. يعني مثلا من الناس اللي بقول ان انا هكون اول محافظ لمدينه الاسماعيليه وانا عندي 40 سنه واحده زي. كنا معاهم بشكل مستمر ومتابعتنا المستمره ليهم في كل المحافظات قدرنا نرصد بشكل كبير هي كل التغيرات الشخصيه اللي حصلت عليهم وايه تاثير المشروع عليهم. فبعد ما كان عدد كبير منهم بتتسم بالخجل وان هي ما تقدرش تقف وسط عدد من الناس وتتكلم، كل ده اتغير بشكل كبير جدا. بقيت البنات عندها قدره وتفاعل على التواصل مع الاخرين، بقى عندهم عدد من المعلومات وكم من المعلومات الغزيره اللي بداوا يعرفوا ازاي يوصلوها للاخرين بشكل سلس وبشكل فيه سهوله. كمان كل الانشطه دي بدات تلفت نظر المسؤولين البنات بتوعنا او المنسقات مشروع اصوات النساء، فبدأ يتم ترشيح عدد منهم ودعوتهم لحضور مؤتمر الشباب اللي بتنظمه الرئاسة كل شهر. ده اديهم فرصة ان هم ينتشروا اكتر داخل المحافظة بتاعتهم، لدرجة ان كتير من الاهالي داخل المحافظات بقت تتمنى ان هي تشوف بناتهم زي بنات مشروع اصوات النساء. ده ادى فرصة ان كتير من الاهالي بقدوا يتواصلوا معنا، طب هو ما فيش مراحل تانية من المشروع، طب احنا عايزين بناتنا زي البنت الفلانية اللي في المحافظة الفلانية، فاحنا عايزين كمان ان احنا بناتنا تنضم ليكم وتحضر معاكم انشطة بالشكل ده. سوهاج من أقل المحافظات اللي نزلت فيها المرأة الانتخابات، سافرنا القاهرة وكان في التدريب لمدة أسبوع بحيث نعرف إيه هي المحليات، إيه البرنامج الانتخابي، إزاي يتعمل، إزاي نسوق لنفسنا. وعرفنا إن في كوتا هتكون للشباب، وإحنا عشان شباب نسبة 25% ده بيضم سيدات ورجال، ده هتكون حاجة كويسة إن هم أما يترشحوا يبقى في حاجة يقدروا يعملوا حاجة للمحليات. لازم يكونوا مؤهل عالي، السن بتاعهم ما يزيدش عن 33 سنة بحيث يكونوا مؤهلات علمية كويسة، في نفس الوقت يقدروا يكونوا واجهة لينا ولكل بنت في الصعيد. يعني دوري تنموي أكتر مش سياسي، ولما دخلت المشروع أصوات النساء بدأت أفكر أكتر إن أنا أشارك في انتخابات المحليات، لأن أنا مش هقدر أنمي غير لو أنا فعلا يبقى لي دور تنفيذي، سلطة تنفيذية. احنا اخذنا كلمة اصوات النساء عشان احنا عاوزين السيدات والفتيات الشابات القيادات في المجتمع بتاعنا نسمع صوتهم يتكلموا بصوت عالي. انا عندي 4 من كل محافظة بتواصل معهم وبنوع عاملين ايه جروب كده على الماسنجر مع بعض نتكلم من خلاله، اللي هو الإعداد اللوجستي للتدريب، إزاي يعدوا دورة تدريبية لوجستية أنا في القاهرة وهم في محافظاتهم. التدريب هو أن احنا نكون عضوات مجلس محلي وبعد كده إن شاء الله عضوات مجلس شعب، فإحنا هنبدأ بقى نعمل قاعدة سياسية، نبدأ نقول للناس روحوا انتخبوا. في الحقيقة أنا جاية يعني مجرد بس أن أنا أديهم سبورت ودعم وبسيبهم هم يديروا العملية التدريبية بعد كده من أولها لأخرها. ما قبل أصوات النساء كنت شيرين الموظفة المستكينة ممكن أشارك في أعمال مجتمعية بس كنت بخاف بحسس شوية لأن إحنا في مجتمع ريفي. لكن ما بعد أصوات النساء كأنه أعاد اكتشاف شيرين اللي هي إيه، تقدمي وما تخافيش من حاجة، أثقلني في أثناء التدريب بمعلومات وخلفيات قانونية وتشريعية كانت غايبة عني كتير، دفعني إن أنا أقرأ أكتر. محافظة الشرقية تاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية منتشر فيها الفيروس الكبدي، فالحقيقة الدوافع اللي أنا خدتها كلها لأ أنا لازم أعمل حاجة،
فمعايا مجموعة من الأطباء متطوعين وبنات أصوات النساء برضو من ضمن المتدربات اللي احنا دربناهم بعد كده المتدربين بدأوا يطلعوا معنا للقرى. لكن المهم تأهيل المجتمع نفسه أنه يتقبل أن المرأة تنزل لميدان العمل العامل. فأصبح اسم مشروع أصوات النساء بيتردد على في المجتمع الشرقاوي. أنا نفسي جدا أبقى في مجلس الشعب، نفسي جدا. ترشحوا عشان يدخلوا المجلس المحلي خلاص؟ يعني لو أنا نزلت مثلا قصاد شاب، في بقى ستات يقولك لا دي واحدة ست، مش هننتخبها، هناخد الراجل. الراجل ونبني في البيت. من خلال برنامج أصوات النساء استفدت مهارات حياتية كتير، إزاي أشتغل ضمن فريق ما أشتغلش لوحدي، إزاي أنظم ندوة متكاملة من الألف للياء، إزاي يكون لي علاقات في كل المحافظات. إحنا كنا 180 فتاة من كل المحافظات، من 28 محافظة. من خلال مشاركتي السياسية في المحافظة والأنشطة اللي كنا بنعملها والبرامج اللي قدمناها والتدريبات، بدأت أنتشر سياسياً، بدأ يكون لي شعبية، بدأت علاقتي مع المسؤولين تتوطد أكتر. من خلال ده، من خلال كل الأنشطة دي، تم ترشيحي لحضور المؤتمر الوطني للشباب في أسوان 2017، اللي من خلاله أتيحت لي فرصة عظيمة أني أتكلم قدام سيادة الرئيس وأطالبه بمطلب يمكن كان بالنسبة لنا حلم، أني أنت الست تكون هنا محافظ أو تكون رئيس وزراء في مصر. المطالب بالنسبة لنا دي احنا شايفينها حلم أو بعيدة المنال. بالنسبة لتمكين المرأة، المرأة في عصر السياسة خدت مكانة كبيرة جدا، بس لغاية دلوقتي انت اشوف محافظ واحدة ست، انت اشوف رئيس جامعة واحدة ست، انت اشوف رئيس وزارة واحدة ست. شكرا. مشغولين بقى وفيسبوك وحركات. هو بعد ما بتروحوا مؤتمرات الرئيس هنعرف نكلمكم، ممكن تبقوا اتصور معاكم بعد اسبوعين. لكن سيادة الرئيس مشكورا استجاب، عين أول واحدة ست محافظ المهندسة نادية عبدو. أنا على المستوى الشخصي نفسي أدخل المجالس المحلية اللي هتكون بالنسبة لي خطوة أولى أدخل بيها البرلمان، أو على الأقل أكون مرشح في البرلمان. نفسي أقدم حاجة لمحافظتي. هو ده الأمل من أصوات النساء، إن أنت تمصري الحركة النسائية وتخليها لا مركزية وتخليها ملك كل المجتمع المصري، وتتفصل على مطالبه واحتياجاته اللي هي بالمناسبة مش مختلفة خالص عن أي مطالب إنسانية عالمية، لكن الفرق هي النكهة المصرية بتاعتها.